قبل الفاصل سألت حضرتك عن قصة انك كنت دايما مع مصطفى غربال. انا الحقيقة من الناس اللي بيثقوا في مصطفى غربال، يعني رغم الناس هجمته هنا بعد ماتش مصر والسنغال، لكن الاجواء والظروف والدنيا الصعبة جدا اللي حكم فيها، طبعا ظروف صعبة ويعني، لكنه ثقتنا فيه ابدا لا تنقطع. يعني ايه اللي حصل؟ ليه ما كملش مع مصطفى غربال؟ وكنت بترتاح مع مصطفى غربال ولا لا؟ والنقلة على بكاري جسامة شايفها عاملة ازاي؟ بص يا كابتن، في الاول اختيارك ان انت تروح كاس عالم مع مين بالنسبه لي انا في الفتره دي هو الاهم، ان انا اروح امثل بلدي بالظبط. لكن مصطفى حكم كبير وبكاري جسامه حكم كبير من اكبر حكام في افريقيا هو مصطفى. مصطفى لما في عندنا عبد الحق حضرتك ذكرته في الاول، هو ما كانش موجود معانا، بس عبد الحق مثل يعني راح كاس عالم قبل كده مع جمال حيمودي وراح مرتين قبل كده، فالفيفا دايما بتاخد الناس الخبرات يبقى موجود. نعم. فما كانش ينفع ان عبد الحق يروح في طقم تاني وانا باعتباره جزائري فلازم ينضم، فالافضل ان هو يبقى. فهي يعني اعتقد هي الرؤيه كانت كده، وفي الاخر الاختيارات دي احنا ما بنتدخلش فيها يعني. نعم. لكن انا بيشرفني ان انا موجود مع جسامه، والالفيز ده حكم مساعد كاميروني هايل، جسامه من اكبر الحكام في افريقيا، وكان برضو شرف كبير ليا ان انا العب مع مصطفى وجراري، وعملنا هنا ماتشات كويسه وان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل لحاجه كويسه مع في الطقم اللي انا فيه. لكن الاختيارات دي في النهايه بتبقى اتحاد افريقي واتحاد دولي، احنا مش ما يهمك انك تكون موجود في كاس العالم وخلاص. انا متحك في الاول، انا ليا دور باديه وبعمله على اكمل وجه، هي بس طبعا احنا بنوصل لمرحله ان احنا بنقيم بعد كده كمجموعه، فربنا يكرمنا ويرزقنا التوفيق يعني. خليني برضو اسالك عن مصطفى غربال، يمكن يعني مصطفى غربال اتسحب يعني ايه بالراحه يعني، بدي مع بعض من 2015 ورحنا بطولات مع بعض في 2000، هو كان معايا رابع في نهائي الناشئين في الجابون، كان رابع. نعم. وانا كنت مساعد اول، وفضلنا بقى نطلع مع بعض كده يعني، عشان كده بقول ان الخطوات اللي الحكم بياخدها علشان يوصل لمرحله زي دي مش وليد الصدفه طبعا يعني. ما جيناش امبارح قالوا ده الحكم ده رايح في تعب سنين واجتهاد. وعلى فكره احنا بنعمل الاختبار البدني ده كل بطوله وكل معسكر وكل يعني ما يعني، احنا ممكن نكون بنتمرن اكتر من اللعيبه كمان، لان عندنا قياسات وعندنا وزن وعندنا اختبارات فنيه واختبارات بدنيه صعبة جداً، وتحليل فني واختبارات فيديو تيست، يعني الموضوع مش سهل ابدا، ولكن يعني هو رزق ونصيب في الاخر. وانا عارف ان في حكام كتير جدا مصريين زي ما انا رحت هم يتمنوا يروحوا وهم افضل، لكن في الاخر هي الاختيارات بتبقى محدوده في القاره كلها يعني. طيب انا ليه كنت بقول لك مصطفى غربال اتسحب؟ يعني كنا دايما عارفين لاكارن مثلا في الجزائر كان حكم عظيم. أيوة. محمد حنصل واسماء كثيره جدا يعني. مصطفى غربال فجاه لقيناه قدامنا، فجاه لنور منور بشكل قوي يعني. بحكم ان انت لعبت معاه كثير جدا، اهم ما يميزه من وجهه نظرك ايه؟ مصطفى بيشتغل على نفسه كويس قوي وبيركز وهو بيحاول ياخد الحاجات اللي ناقصه في الناس التانية وبيعملها. يا سلام. هو حكم ذكي وبيتحرك بشكل كويس في الملعب، وهو ربنا يكرمه ويوفقه. احنا على علاقه طيبه جدا بعض، بقالنا فتره كبيره مع بعض، فيعني دايما متواصلين، وان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا ان شاء الله. باركنا البعض اول ما لسه ظهرت، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. هل فوجئت بخروج البعض؟ يعني دايما كانت الناس بتشاور على سكازوي. أيوة. بتشاور على مملكة سيما مثلا، انه دول كان موجودين ما فيش فيهم فصال يعني. رضوان جيد صحيح موجود فار لكن مش موجود صفارة. هل كان بالنسبة لك الاختيارات دي فيها بعض المفاجآت يا كابتن محمود؟ كابتن احنا هم 12 حكم راح منهم 5 أو 6. نعم. الاختيارات محدودة والتقييمات ده صحيح يعني. برضو هرجع وارجع للكلمة انا كنت بقولها دايما، كل واحد بيشتغل على نفسه كويس جدا، في الاخر التقييم ما بقاش بتاعه. يعني انا استحاله اجي اقيم نفسي اقول انا استحق ان انا اروح لان انا كنت كويس، لازم حد بيقيمك. فكل الناس دي قيمت، وفي الاخر الاختيارات اتحاد افريقي فيفا كمان بيقيم من عنده لوحده خالص بمراقبينه بالتقييم الفني بتاعه، وفي كل قاره بيبقى فيه عدد كبير جدا بيتم الاختيار منهم 5 4 3، الموضوع ما بيبقاش. انا بقول الحمد لله ان انا تم اختياري وان انا موجود امثل بلدي، ده شرف كبير ليا. لكن ان هم شالوا حد او حطوا حد يعني، السؤال ده بيبقى صعب جدا عليا ان انا اجاوبه، لان انا كنت زيهم، انا برضو محطوط في معرض. انا محطوط في 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 في, في التقييم، ان انت كويس تروح او ان انت كويس بس ما فيش فرصه عشان العدد عشان الزوم بتاعك. بتبقى حساباتها كده يعني. ما سؤال غشيم شويه فضل. يعني لو انه محمود ابو رجال تالق
في كاس العالم كويس، لكنه حكم الساحه اللي معاك مثلا ما كانش موافق. احنا كلنا مع بعض لازم يعني انت لو مكسر الدنيا واخد 10 على 10 وهو احنا لو حكم لا قدر الله في الفتره اللي جايه حصل له اي مشكله او بتاع، الطقم كله معاك يا نهار ابيض. ايوه لازم 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 الطقم الثلاثة واحد، يعني كل واحد بيجتهد بطريقته في مكانه، ثم بنلتقي في المعسكرات، بنلتقي في الماتشات، بنلتقي في ده ظلم برضه. هو الفيفا من زمان بس ظلم، يعني انا اقدر انا ماشي كويس والراجل ده عي ما كانش موفق يعني. كابتن اقول لك حاجه، طموحي ان انا اوصل لنهائي كاس العالم تمام، بس طموحك لوحده انت بتشتغل على مرتبط نفسك مرتبط بكل اللي معاك، فانا يعني عندي ثقه كبيره جدا في الناس اللي انا معاها، وان حد يعني محمود ابو الرجال من مصر يوصل او طقم من افريقيا يوصل، فاحنا كلنا دلوقتي يعني لن نراك في مباراه كاس العالم الا بصحبه بكاري جسامه والف ان شاء الله، قصه محسومه تماما يعني إن شاء الله. حتى لو انت مكسر الدنيا واخد اعلى الدرجات ان شاء الله، ما عادش في بقى اللي هو اللي ممكن تختار واحد، لا 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 لا، وكل لطقم كده يا كابتن، كل لطقم كده اوروبا مصطفى كده، كل لطقم كده طبعا والله. ايوه اوروبا اسيا افريقيا كله كده. شايف انه ده الاصح ولا برضو يعني في نوع من انواع الظلم؟ والله يا كابتن انت أنا لما بجد تيجي وبجتهد وبتعب يعني ما هو برضو صعوبه الاختيارات يا كابتن، في ان انت هتقول محمود مع محمد مع علي يروحوا الماتش ده، يعني هو بيشتغل على نظام قاري كبير وعلى ده كاس عالم.